وفي هذا الخبر العاجل، حيث هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة 11، وأيضا شاكرا الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. كما أعرب الرئيس المصري عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.